السلام عليكم. قررت اليوم باش نهضر في هذا الفيديو، واخا انني ما عمرني هضرت. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير ان شاء الله. كما تشوفوا هادو صالونات كنا غنجيبوهم من المغرب، ولكن مع قدوم ديال الكورونا صدقنا ما قدرناش نجيبوهم لان الحدود مسدوده وما كاين لا ترونسبور لا والو. المهم قبل ما نبدا، الى شي واحد حب شي واحد من هاد الصالونات يخلينا شي كومنت، ولا اتصل بنا عن طريق اللينك تاع الفيسبوك اللي غيكون في الديسكريبشن باكس. السلام عليكم يا سيدي، نكملوا اخر حلقه في السلسله ديال السناب. اليوم غادي نركبوا الزواقة، قبل ما نركبوا الزواقة خصنا نحكوها، غنديرو لها البريستين، باش مين غندير لها البريو غادي يشد فيها مزيان ويبان فيها مزيان. دونك هنا الزواقة غنحكوها في الأول باش تزيد تولي ملسة وتشد سميتو البريو. اوكي نبداو ب 120، سمعتيني؟ هو هذاك الشيء غير خفيف. الشيء اللي كان شي وسخ في الزواقة ميبقاش، تيكون هذيك الفرقية ديال الليزر. اوكي 220، ها هي هذه 220 راهي غير شويه. اوكي That's it. هيا ولات ملزقة وبياضت، هيا ولات دابا مزيان. ايوا صافي، هادشي اللي كاين غنضربو بميو 120 220 and 320. شوية زين 220 باقي بلا لا بريو لا والو. هذا خدمة ديال كاري الحرس. ايوا
الفيرني باليد. الواقع هي هناها بالفستان صافي. الواقع ديالنا هي واجده. دابا نلصقو الزواقة. الماركة هذه هي اللي تنلصق بها الزواقة. نديروها غير في حاشيات، ولكن هي كلير تتبان. كتبش بزاف باش ما تخرجش لينا خسرنا المنظر. دائما ست لما تخرج.
That's it. احنا هذا تو كملناه. شي واجد دابا خصنا غير نركبو. ولكن المشكل دابا انا كورونا ما عنديش كندير لان هما الصالون واجد ولكن ما قادرش ندي. يا الله الله يبعد عنا هذا الوباء.